شكرا الاخ كراكي على الاهتمام ديالك بالرياضه وبجميع الفرق المغربيه وخاصه كذلك مدينه مراكش الممتله من كوكب مراكشي، للكل بانه كيعرف بانه الفريق راه كيتالم ويصارع باش يبقى في القسم الاحترافي الثاني، بانه عنده مقابله مصيريه نقولوا باراج فينال ضد الفريق النادي القنيطري، اللي هي خص مقابله تاع 3 نقاط باش يبقى الفريق يبقى في القسم الوطني الثاني الاحترافي. ف نض من شو بدي نقول لك، الغيره ديالي على مدينه مراكش وعلى الفريق كان اتصال مع السيد الوالي ومع باش حتى هما يعطيو لي هذه المساعده، وتكلمت مع المكتب المسير تاع فريق الكوك مراكشي في الرئيس ديالها سي حانيش، اللي مشينا واجتمعت مع الفريق ومع اللاعبين اللي شفتهم، زعما كاين واحد كاين حتى هما تنشوفهم كاين واحد الحماس كاين واحد هذا، ولكن خص واحد الدعم معنوي، ويكونوا بجانبهم الناس اللي كي يقدروا يشجعوهم ويساعدوهم في هذا سيرتو في هذا الظرف هذا اللي هو ظرف صعيب، وخاصة اللاعب اللي كيلعب واحد تكون عنده واحد الضغط النفسي اللي يقدر يأثر عليه في المقابلة، وهذا الشيء هذا الضغط هذا هو اللي جيت انا باش نشوف نوقف معاهم. انا بديت الحمد لله البارح وغادي نبقى حتى المقابله ضد كما قلت النادي القنيطري، اللي خصنا باش نربحوا وخصنا ننتصروا بهذه المقابله بانه مقابله مصيريه، والكل تعرف مدينه مراكش بانه مدينه سياحيه ومدينه فحشومه ما يكون فيها حتى فريق في احنا تنهضروا في القسم الثاني ماشي في القسم الوطني الاول، ولكن للاسف دابا هذه ماشي وقت باش نهضروا على الناس اللي خلاوها ولا كي ولات ولا هذا، ولكن دابا الان خص كون سي التحد لا الصحافه لا المسموعه لا المكتوبه لا جمهورنا الناس المسؤولين على مراكش، لا دابا هذه وقت باش نعتقوا هذه الفرقه هذه اللي غادي تمشي بانه ولا شتي حسابيا كتجربتي المتواضعه بانه الفريق راه مشى للهوات، ف كنظن بانه الناس مسؤولين لا اللجنه التقنيه على راسهم السيد الدميعي ولا الناس المكتب المسير ولا اللاعبين ولا خص كل شيء يتحد وكل شيء دابا يد وحده، ما يبقاش ديك الصراعات اللي جابت الفرقه صوفي، ولكن تنتمنى لكل حد سعيد في المقابلة تاع ان شاء الله يوم الجمعة، وشكرا.